خذوا من بالحصين على زهارة. خلوها ترى الدمع حي مقدمه حصني ولو تعلي ذيب مهر البقايلي ذيب من قدام حصني من ورا وصف قريب من وصف الشهيب والظاهر انه يا عتيبة عن شعرته ما دار والظاهر انه يا عتيبة عن شعرته ما دار عظم عيض فيه وصف قريب من وصف الشهيب اما انت من قدام ولا من ورا عجيب إن كان ما يدري بعيبه علموه اليسارة إن كان ما يدري بعيبه علموه اليسارة أما أنت من قدامه خلوها اليازم كالعود جدك على لزومه لا تغيب وشلون في جدة تربع وانت جدك في كرة تعبت تحاول تحتل بعمر ما فيها حليب انت كمل يرخي الطاسة تحدى يسع شارة انت كمل يرخي الطاسة تحدى يسع شارة تعبت تحاول تحتل بعمر ما فيها حليب المشكلة في جدك اللي عاش مقطوع النصيب اللي سكن في السيل ما يصل حدود ام القرى اللي سكن في السيل ما يصل حدود ام القرى الظاهر انك فيك عله ما يداويها الطبيب والله لي تبطي ثبيتي وانت جرحك ما بارى والله لي تبطي ثبيتي وانت جرحك ما بارى خلوها انك فيك الا ما يداويها الطبيب حنا توامرنا عليكم ما بها شك وريب دام الأمر عندنا ما شوف في سليم وما رهن دام الأمر عندنا ما شوف في سليم وما رهن أبات شي بعيونك الثنتين والمعنى يجيب حتى تدور لك ذرة ولا تحصل لك ذرة ما هي بعيدة من قريب يا قريب سليم وصل ولا الثريا وانت باقي في الثرى سليم وصل ولا الثريا وانت باقي في الثرى أمرتك ما هي بعيدة من قريب يا قريب والله لو ما انت ذبيتي قلت يا عيضه يهيب
لكني ما بات لصق في جنوبك بالغارة خلوها علاجكم ما هو بمستشفى فقيه ولا الحبيب علاجكم عند الطبيب اللي بمستشفى حيره ما هو غريب ان العنب اصحابنا يصبح زبيب ما رى الغريب ان انا حصل ذيب في راس القارة موجود عندي رمح جساس الكليب لكن وش رايك نختمها بمسك وعنبره لكن